وعندنا الكاري كونسيف اللي هو الكابيني بتاع الضيف، عندنا فوق الضيف مره في ال 15 سلعة متوفرة لاباس. ما يصدر شوية برك الروز عندنا شوية صغيرة مع الوتيتي. خليت طرناطة جيت فيها شوية صوص عاودت رجعتها. نحيته ديجا توتال مغري. كان الغالي شوية اللاباس. هذاك ديجا حتى الصباح ما كانش عندي البزنات. سكر سميد. السكر موجود زاد كيف كيف سيد موجود سيد هون من هنا موجود. صباح الخير لكل متابعي تونسي نوميريك. احنا توا في المباشر من ولاية باجة. طيب الضحك كما تفكرناكم احنا توا في المباشر من ولاية باجة. حملات أمنية لمراقبة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات. Thank you.
والله ما دام تشوف هانو يعمل في شغل غير شركه منتومه عين من مقطع كيف ما بدك انا اقوم في المقاطع مرتين في النهار عنا اللي في الفريزاتور نتاعنا عنا البرودوي تبعت لنا فيه الاداره وبعث لنا ميساج اللي يكون في فيه دوزاج معين اللي من العمال نتاعنا اللي تظهر عليه الاعراض يبقى كونفيرمون وبعث لنا شنو عمل تحاليل ليش معنا عنا صاروا ديكا عندي مثلا حاله كونفيرمون اللي علمني انا ضربوا لي زوج ولاد ونقول ولاد خاطر ولاد ولاد وبنات انا بيت راجعوا بالتحاليل صفا عندي واحد طلبني عنده جمعة قال لي راه امه ظهرت عليها الاعراض قلت له تبقى في الدار تعمل له وطلعت بوزيتيف قلت له خذ كونجي جمعتين حتى تعرف مش 10 ايام وشد في رب كنت تعبى برك مثلا البارح عملنا بروموسيون في البنانا 2900 كي تعبيت ولينا نسكروا في الباب والبنانا نعطي فيه بالسكيورتي تاع بيت ما تخلص المواطن ما يعرفش معناتها لا يلزمنا ندخلوا يلزمنا ندخلوا يلزمنا ندخلوا على كل اللي احنا نتعاونوا موجودين على ذمتك واللي ما يحبش يسمع بيت قلت ما تحسش فيها ما تحسش فيها ما عمل جاي وقلت ما يدخل ما يدخل انا في دوما في الولايات 56 عام في رقبتي ما عزيز يا بيه يا رب
احنا في العاده نديرو 80 200 في هكا بعد رجعنا للكرنا ان شاء الله نعرف كل ساعه شنو شنو في بعد ما نديرو ما نديرو عطيتها في دي هاي هاي سعدي القصون سعدي تتكلم بالميكروفون عزيز الرجاء من جميع أهلنا بولاية باجة، الرجاء من أهلنا في مدينة باجة وخاصة اللي تردوا لسوق خير الدين باجة باب سنين كما تعرفوا الناس كل احنا في حالة وبائية وارتداء تماما ما يكلفكمش حاجة كبيرة برشا باش نحافظوا على بعضنا وتحافظوا على عائلاتكم وتحافظوا على صغيراتكم. ارتداء الكمامة حاجة صغيرة لكن عندها دور كبير في مقاومة الفيروس. رجاء الناس الكل والحاضر يبلغ الغيب ارتجاع الكمامة وتطبيق البروتوكول الصحي حاجة ضرورية. احنا مع بعضنا كل احنا في خندق واحد ونحب نكونوا يد واحد، الناس الكل نكونوا يد واحد باش نقاوموا هالوباء وننتصروا عليه بحول الله. وانا مع بعضنا ونحافظوا على التباعد الجسدي والبروتوكول الصحي بكل حذافير يعيشكم. وانا معكم احنا معكم متواجدين ليل ونهار وارتداء الكمامة حاجة ضرورية من غير ما نمشي للمخالفات ومن غير ما نمشي للأمور دي. نعرف الناس كل مظلم والناس كل يعلم بها رب. طيب احنا عائلة واحدة شعب واحد اهالي واحد الناس كل تعرف بعض. احنا لو من باب الناس وانا مضحين معاكم موجودة معاكم ليل ونهار رجاء الف الكمامة متاعكم ويعطيكم الصحة. عدو رجاء الناس كل أهالينا في باجة الكل ارتداء الكمامة حاجة ضرورية. ارتداء الكمامة البس الكمامة باش تحافظ على روحك وتحافظ على عينك وتحافظ على جوك وتحافظ على نفسك.
رجاء الناس الكل. ارتداء الزماعة ما يكلفكمش حاجة كبيرة برشا، لكن عندها دور كبير باش تحميك وتحمي عائلتك وتحمي الناس الكل. وراه باش ننتصروا على هالوباء هذا. باش ننتصروا ونرجع لحالتنا الطبيعية. شوية صبر. شوية صبر يعيشكم. وارتداء الكمامة ما نزيدش نوصي، ارتداء الكمامة حاجة ضرورية. ما تكلفكش حاجة كبيرة، لكن عندها دور كبير ودور فعال باش تحميك وتحمي عائلتك. احنا مع بعضنا الناس الكل. الإدارة تلمنا، المرشي يلمنا، باب الزنايز يلمنا، احنا الناس الكل جيران وأهالي وأصحاب، الناس الكل ننصحوا بعضنا ونطبقوا البروتوكول الصحي والتباعد الجسدي يعيشكم. احنا رانا في خندق واحد، واحنا معاكم، واحنا خايفين عليكم. ماناش هاربين وماناش عايشين في برج عاجي، الناس كل مع بعضنا. ونكونوا يد واحدة باش نحافظوا على روحنا ونحافظوا على صغارنا. اللي حافظ على أمه مرأة كبيرة، أبوه رجل كبير ما عندوش مناعة ما نجيبش يطاو. أبوه ولده طفل صغير ولا بنته ما تنجمش تتحمل. يلزم نواسوا بعضنا، نصبروا بعضنا، نتقواوا على هالفيروس، راهو باش ننتصروا على الفيروس بحول الله. المهم شوية وعي منكم أنتم، وإحنا هنا معاكم وفي خندق واحد. Okay, best.